travel issues. السلام عليكم، مصطفى معاكم من اندونيسيا. ان شاء الله بنتكلم اليوم عن افضل 3 مشاريع صغيرة مربحة باذن الله داخل اندونيسيا. المشروع الاول مطعم وجبات خفيفة، ده في اعتقادي افضل مشروع لاي حد مع رأس مال ضعيف جدا وعايز يبدأ في اندونيسيا. عادات الاندونيسيين عموما لما بيجي يخرجوا يروحوا المولات الاسواق الشعبية بيحبوا جدا ياكلوا اكل خفيف زي البطاطا المقلي مع صوص او كاتشب، السوسج بانواع الطرق المختلفة اللي بيعملوا بيها، وحاجات كتير جدا. ده في رأيي افضل مشروع لاي حد معاه رأس مال ضعيف جدا وعايز يبدأ بداية محترمة داخل اندونيسيا. ولازم يكون عندك معرفة حتى لو قليلة ايه نوع الوجبات الخفيفة اللي اندونيسيين بيحب ياكلوها. مش شرط خالص تكون طباخ كويس، بالعكس اغلب الاكل ده كله ممكن تشتريه مجمد من اي هايبر ماركت بسعر رخيص، كل ما عليك بس انت تقليه وتقدم خدمة كويسة. ومهم جدا وانت بتبدأ مشروع مطعم داخل اندونيسيا حتى لو وجبات خفيفة لازم يكون عندك خدمة توصيل، يا اما عن طريق تطبيق جراب فود او عن طريق جو فود، ده هيساعدك كتير جدا بالذات لو انت لسه بادئ. المشروع التاني تفتح محل مشروبات باردة وساخنة، تقدم عصاير، تقدم شاي، قهوة، وبأقل الامكانيات. مش مطلوب منك انت تشتري مكان غالي جدا، لا بالعكس بأقل امكانيات عندك تقدر تقدم خدمة زي دي. وتقدر كمان لو انت فاتح محل وجبات خفيفة تقدر تضم ده كمان مع الوجبات الخفيفة. المشروع الثالث تفتح محل ملابس نسائية وتحديدا العبايات الاندونيسية واسمها بالاندونيسي داستر، ودي تقريبا يعني الاكثر انتشارا هنا في اندونيسيا. سعرها رخيص وربحها عالي جدا، فده بداية كبداية وانت معك رأس مال ضعيف انا يعني ارشح لك انت تفتح المشروع زي ده. وممكن بعدين على المدى البعيد ان شاء الله تبدأ تطور مشروعك وتبدأ تضيف عليه انواع تانية من الملابس. كل اللي انا صورته ده كان داخل محلين، اول محل اللي هو تهمانيس الوجبات الخفيفة، وتاني محل اللي هو ديدا جاليري للملابس النسائية. في بقى مشاريع تانية لو معاك رأس مال متوسط او اقل شوية من المتوسط، زي على سبيل المثال مثلا مشروع غسيل السيارات، ده مشروع مربح جدا جدا داخل اندونيسيا وتكلفته بيبقى في البداية وانت بتأسس المكان، بعد كده ما شاء الله ده مشروع مربح بجد. وتقريبا غسيل الموتوسيكل هنا بيبقى تقريبا من 20-30 ألف روبية، وبالنسبة للسيارة غسيلها بيبقى من 40 ألف-55 ألف روبية. وممكن تبدأ باتنين عمال وربنا يوفقك ان شاء الله. المشروع التاني لو معاك رأس مال متوسط انا بصراحة ارشح لك المشروع ده ان انت تفتح محل لبيع اللحوم المجمدة، وتبدأ كبداية يكون عندك عدد لا بأس به من التلاجات، وتبدأ تخاطب المصانع والشركات مباشرة وتبيع انواع اللحوم المختلفة كلها المجمدة ويتباعها بالجملة. في النهاية اتمنى اكون افدتكم، وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك.